السلام عليكم. الحقيقة اليوم الصبح الفجر يعني هذا المشهد كثير أثر فينا، ونحن عم نتنقل بشوارع جنديرس نشوف إذا في ناس لسه تحت الأنقاض. اليوم بتاريخ 11/2/2023 يوم السبت صباحا عدينا شفنا الأهالي حاطين صورتين هالطفلين على الخزان، ما بنعرف إذا أهلهم عايشين ولا حدا لقى الصور من الناس المرة وحط الصور. حقيقة الموقف له رسالة كثير كبيرة، أنه الأطفال كيف هيك صور موجودة على الخزان ضمن هالركام هذه اللي موجود، اللي ضرب المنطقة بشكل كامل، دمار كبير بالأبنية. حقيقة الوضع مأساوي جدا، الصورة هي بتتكلم، بس أكثر شيء أثر فيني أنه كيف هالطفلين صورتهم باقين أمام هالركام هذه اللي صورته من دقائق. الحقيقة الوضع سيء جدا ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما بنعرف إيش بدنا نحكي، بس سبحان الله. يعني أبو وسام أنت شفت المشهد وحبيت أني صور هالفيديو لحتى وصل معنا. شفت المشهد وحبيت أوقف أنا ومعاذ وشوف الصور هذا، نصور المشهد هذا، فعلا شيء محزن ومأساة كبيرة. حسبنا الله ونعم الوكيل أحسن شيء. يعني هالطفلين هذول أنا حسيت أنه أنا أولادي، لا سمح الله، حسيت أنه أولاد أخوي ولاد حدا بهالمجتمع، بس انه طلعوا على هالصورتين هذول كيف هيك.